السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، والنهاردة جماعة هنتكلم عن رؤية الماء والآبار. أحيانا من الممكن أن بعض الناس ممكن يشوفوا ماء راكد أو ماء فاسد أو حتى الماء الساخن. رؤية من يرى ماء جاري، دي في البداية، من يرى ماء جاري ويشرب منه سوف يحقق النجاح والتفوق. واللي يشوف الرؤية دي، لو أنه شاب أعزب، هذه الرؤية تدل على الزواج، ولو كان مريضا تدل هذه الرؤية على الشفاء إن شاء الله. أما لو كان متزوجا، سواء إذا كان رجلا أو امرأة، فهذه الرؤية تدل على الرزق الواسع. أما رؤية الماء الراكد بقى والفاسد، رؤيته ومع شديد الأسف تدل على فأل شؤم على صاحب الرؤية، فهي رؤية غير محمودة ومع شديد الأسف. وقال بعض المفسرين بأن رؤية الماء الراكد أو الفاسد تدل على المرض، وقيل أيضا تدل على العزل من الوظيفة، وقيل أيضا تدل على الخسارة في التجارة. ولو رأت المرأة المتزوجة الماء الراكد أو الفاسد فهي رؤية محمودة، سبحانك يا رب. فكأن الرؤية التي مرت هي للرجل المتزوج، رؤيته فأل سيء عليه، وقيل مرض، وقيل عزل من الوظيفة. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة فهذه الرؤية للماء الفاسد أو الراكد تدل على الحمل، خصوصا الماء الراكد مش الفاسد. ركود الماء في مكان، رؤيته لامرأة متزوجة إن كانت تريد الحمل فهذه الرؤية تبشرها بالحمل لها إن شاء الله. والماء الراكد أيضا للعزاب، سواء إذا كان ولدا أم بنتا، ذكرا أم بنتا، فهذه الرؤية تدل لهما أيضا على الزواج. أما الماء الساخن رؤيته تدل على الأذى عموما، علشان كده بعض المفسرين قالوا أن الماء الساخن في المنام أحيانا بنسبة كبيرة جدا تدل على المس من الجن، تدل على المس من الجن. طبعا كتير من الناس ممكن بقى يكتبوا في التعليقات انت بتخرف، انت مش عارف ايه، بطلوا تحكي على عقول الناس. طبعا ده اجهل من حمار اهله، فهذا لا يفقه شيئا. فرؤية الماء الساخن تدل على الاذى عموما، اما رؤية الماء الساخن احيانا تدل على المس من الجن. رؤية الاغتسال بالماء للمتزوجة، هذه الرؤية تدل على الحمل، وللحامل المولود ذكر، وللعزباء أو للشاب الأعزب تدل على الزواج إن شاء الله. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.